وفي نفس الوقت كتلعب على حسب الامكانيات اللي متوفره لها، يعني عارفه بانه عندها قصر قامه، عندها مشكل امام الاوزان الثقيله اللي كتواجهها، فهادشي هذا اللي كيخليها تلعب بحيطه وحاضر اكثر. نستغلوا هذا الوقت هذا ديال يعني التاكد من سلامه نقولوا على مستوى الراس بشكل دائري، كتضيف النقاط اللي تستحقها، عوض ثلاث نقاط او اثنتين كتضيف اربع نقاط او خمس. هادو هما الخمس حالات اللي عند الكوتش يعترض عليهم، الا اعترض في اي حاجه خارج هذا النطاق فكتلغى له البطاقه. شوفوا البدايه المشجع من جانب البريطانيه. نعم نعم اخي عادل، البريطانيه هي لاعبه ممتازه في طريقه الدفع، واللاعبه الاسبينوزا هي ممتازه بطريقه اليد، لكن كنظن بانه غيكون تفوق البريطانيه غيكون واضح بالرغم من يعني التجربه ديال الاسبينوزا. 3-0 اسبينوزا في وضع صعب، وهكذا تبدا بشكل رائع، سجل ثلاث نقاط، هذا شيء مهم بالنسبة للبطلة البريطانية مع بداية هذا الحوار. تبقى المرشحة للفوز بهذا النزال على حساب ممثلة المكسيك. خمسة صفر تضيف نقطتين. تعبت من جانب كل مدرب المكسيكي حول ما يمكن يخلي أو يطلب من سبينوزا أن تحتاط على المستوى التدخلات، لأنه البريطانية يظهر جليا ستحاول استغلال هذه الوضعية لإضافة نقاط أخرى. فإنذار موجه لاعب البريطانية طريق الضرب الأسفل. الأمور ديال المقابلة كتسير في صالح اللاعب البريطانية بيانكا، ما كاين حتى شي مشكل أمامها، لأن عقبة اللاعب اسبينوزا هي أنها تكون قريبة منك في التنقيط، فمجرد خمس نقاط فكيخليو اللاعب البريطانية في أريحية، لأن إمكانيات اسبينوزا ليست بإمكانيات كبيرة، يعني ما عندهاش إمكانيات كبيرة باش تضرب مواقي الرأس. ما عندهاش امكانيات كبيره بانها تقوم بمجموعه من الهجومات المسترسله، هذا الشيء كيخلي بيانكا في اريحيه اكبر، وايضا استغلت الطول ديال يعني طول القامه ديالها مقارنه باللاعب المكسيكي. اصبح الفرق ست نقاط واقل من 15 ثانيه لنهايه الوقت الخاص بالجوله الاولى. جوله من جانب واحد من جانب الامريكيه، وهكذا اسبينوزا تعاني وطلب بالاجتهاد اكثر. يعيد الوقت في هذه الجوله الاولى، يبدو المهمه ستكون صعبه جدا لماريا اسبينوزا فيما بيانكا. التعليمات ستعطي وكلها في هذه الجوله الثانيه من جانب كل مدرب. اي 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 الاخطاء جيدة من جانب البريطانية، من هي مقابل واحد. يعني بدات تستقر تفاصيل هذه الجولة الثانية لتحقق بعض نقاط البريطانية. وهكذا بيانكا اسبينوزا لم تتخطى بعد المرحلة الصعبة. ربما حتى تحس بانه سبينوزا عنده واحد يعني ثقيله في حركاتها وفي تحركاتها في البساط مقارنه مع البريطانية اللي خفيفه، وتحس بان يعني تلعب واحد الشكل سلس، حتى طول القامه يزيد يساعدها في تطبيق المهارات والضربات ديالها. حتى كيف ما قلت لك اخي عادل، هو عامل السن ربما من بعد مجموعه من التجارب، مجموعه من يعني من البطولات، من الاصابات، من المعاناه كما كنقولوا، فانا يعني في نهايه المسار ديالها
فشيء متوقع انها تكون يعني بهذا كما كنشوفوا حنا بهذا المستوى هذا. وبالرغم من ذلك فتحيه يعني ليها بانها كتوصل البوديوم في هذا لاج وكتقارع يعني الكبار او كما نقولوا احسن لاعبات في العالم. 10 مقابل واحد، مهمة سهلة بالنسبة للاعبة بيانكا. 9 نقاط كفرق. يتحرك العدد بعد عدد التنقيطي للنزال الجولة الثانية 10 مقابل واحد. تنتهي الجولة الثانية بدون شيء يذكر باستثناء بيانكا واكذا حاولت ان بنت لي فيها انها خطوره او اي ريسك فما ندخلش نسجلها لانه انا تابعني مقابله نهائيه. ما خاصنيش يعني نتصاب، ما خاصنيش نمشي بادنى يعني كما كنقولوا حنايا ندير ادنى مجهود وانا فائز. الا كنت فائز فنحاول نحتاط نحافظ على السكور اللي عندي، ما نستقبلش نقاط، نسجل اي نقطه بنت لي سهله قدامي نقدر نسجلها. اذا 10 مقابل 2 الجوله الثالثه دقيقه و47 ثانيه على نهايه النزال. تابع بعض اللقطات والمحاولات من جانب البريطانية لتوسيع فارق النقاط. حنا نصبح نوعا ما اللاعب سلبي بالنسبة لبريطانيا مقارنة مع الجولة الأولى، يعني أصبحت كدير بعض الضربات وبعض الحركات لكن بدون فاعلية يعني بدون تنقيط. هذا هو اللي قلنا ربما تحاول تجري المقابلة ديالها وتضمن التأهل للمباراة النهائية. حتى احتراما ربما للاعبة اسبينوزا، لاعبة قدمت كثير للتايكواندو، فحتى قرار يعني الاعتزال في الوقت المناسب كيكون قرار سليم اخي عادل. الواحد يعني من بعد واحد ما يدرس الفارق 10 مقابل 4 اذا 6 نقاط كفارق. اسبينوزا يعني في الفترات ديالها تعودت على انها تكون صاحبه الذهبيه لا في الاولمبياد ولا بطولات العالم، اليوم كتواجه خصوم يعني بهذا الشكل هذا وكي يعني كيتفوقوا عليها بتميز كبير. انذار هي بدات كتقرب 10 مقابل 5 فريق 5 نقاط. فالانذار توجه اللاعبه بيانكا. اسبينوزا هل تستحضر بعضا من امكانياتها وقدراتها وذكرياتها الجميله وتالقها في مجموعه من المواعيد العالميه لتقلب الطاوله على والكدان البريطانية؟ كل شيء ممكن. نعم اخي عادل، فالانذار توجه اللاعبه البريطانيه على سبب يعني ان ضربه تحت الحزام. وصار تحضر الخبره والتجربه امام البريطانيه كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. 10 5 5 نقاط كفارق. حركه جيده من البريطانيه، هل تستغلها؟ لا ليس بالفعل. نقطه بالفعل 11 مقابل 5 حركه كانت جيده. رائع اللقطة، هاي ضربة على مستوى الوجه. واكدن استغلت فرصة لتوجه ضربة على مستوى وجه اللاعبة سبينوزا 14-5. وهذه اللقطة ربما كانت تنتظر، وهذه الوضعية اللي كانت تريد أن تستثمرها اللاعبة البريطانية 14-6. حركة كانت جميلة من البريطانية. نعم يعني كانت ردة فعل باش يعني كما كنقولوا جعل من اللاعب اسبينوزا تراجع للوراء وما تحاولش تقوم بمبادرات بهذاك الشكل. مباراة تسير للنهاية 14-6. رسمت الأمور بنسبة كبيرة الآن. ماذا يمكن أن تفعل اسبينوزا في ظل هذه الوضعية؟ ما يمكن أن يحسب لنا قدمة بعض اللقطات الجيدة. إذا 14-8 فريق 6 نقاط. نهاية المواجهة سي بدر الإسماعيلي خليل التحليل التقني ديال هذا النزال، تحدثت عن التجربة والخبرة ربما لم
ينفعان اللاعبة المكسيكية أمام بيانكا